إيه هي رواتب المعلمين في وزارة التربية في الكويت؟ يتمثل المتوسط لرواتب المعلمين في دولة الكويت حوالي 1000 دينار كويتي. تتمثل أعلى الرواتب في الكويت كالتالي: رواتب المعلمين في المدارس الثانوية حوالي 1250 دينار كويتي، رواتب المعلمين في المدارس الابتدائية 920 دينار كويتي، رواتب المعلمات في الحضانة حوالي 900 دينار كويتي، رواتب المعلمين لمادة اللغة الإنجليزية ودي مطلوبة 1050 دينار كويتي، معدل الراتب للمعيدين في جامعة الكويت حوالي 1650 دينار. طبعا ممكن ان يكون في رواتب اقل بكثير موجودة، ولكن ده هو المتاح والمتواجد في هذا الشأن، فاجب انك تأخذ ده في الحسبان عند الحديث على هذا الموضوع. وربنا يرزق الجميع دايما بالرزق الحلال، وارجوكم ما تقارنوش نفسكم، ما حدش يضرب في 100 او 110 والكلام ده، ما يحولهاش لمصري، عيش بظروف الكويت، وقول يا رب والارزاق على الله، وما تبصش للناس في رزقها.